وللمزيد عن مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا كريم بابرس ومحمود جميل مباشرة من هناك. البداية مع كريم، أطلعنا على المزيد من فعاليات المهرجان، ماذا عن عروض وسباقات الهيجن الذي يتم تنظيمه بالمشاركة بين وزارة الشباب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واتحاد الهيجن؟ تفضل كريم. نعم، تحياتي لك ريهام، تحياتي لك شروق، وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذه الفعاليات في النسخة الثانية لا تتوقف على مدار اليوم أو على مدار المهرجان بشكل عام. يعني هذه الفعالية خصوصا مهرجان الهيجن، وهو بالطبع عبارة عن استعراضات للجمال، ثم بعد ذلك يليها في الأيام القادمة سباق للهيجن في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء القادم سيكون الختام. ولكن ربما المميز في مهرجان الهيجن هذه المرة أنه سيقوم بعمليات استعراضية للجمال في أماكن متعددة ونقاط متعددة داخل مدينة العالمين الجديدة. ستكون هناك حملة كبيرة من الجمال، تتحدث عن أكثر من 100 مشارك ومرافق للجمال، بالإضافة لما يقرب من 50 جمل آخر سيكون متواجدين. ولكن هذه الجمال هي يعني جمال للسباق، وتختلف يعني جمال الاستعراضات عن جمال السباق بشكل عام. بالطبع نتحدث عن ما يقرب من 70 جمل للسباقات فقط سيكون متواجدين خلال الأيام القادمة، ولكن هذا لا يمنع مشاركتهم اليوم في هذا الحدث الكبير. ستتحرك يعني الجمال ومرافقيهم سيتحركون باستعراض في أماكن مختلفة داخل مدينة العالمين الجديدة. نتحدث هنا من يعني هذا الفندق من خلفي، فندق ريكسوس، وبجانب الممشى السياحي. تحدث عن هذه المنطقة التي ستتحرك منها الجمال. ستتحرك الجمال في البداية من نقطة معينة، ثم ستأتي هنا، ستبدأ الاستعراض في هذه النقطة وتسمى نقطة الوصول. يتم استعراض الجمال وأنواع الجمال وحركات بالجمال ورقص بالجمال وتحركات بالجمال بشكل عام، وستنطلق من هنا، ستكون هي بداية الانطلاق لأماكن أخرى ونقاط مختلفة داخل مدينة العالمين. ستمر بالممشى السياحي الجديد، ستمر بعدد من المناطق الأخرى بالطبع. ولكن ربما المميز ليس فقط الجمال، ولكن استمرار أيضا الفعاليات على مدار اليوم بشكل عام. حتى مع وجود مهرجان الهيجن ستكون المنطقة الترفيهية تعمل يعني بالكامل. سيكون هناك طلاب متواجدين في هذه المنطقة، وهؤلاء الطلاب الذين جاءوا بالفعل عبر تعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة التعليم العالي ليمارسوا هواياتهم المختلفة داخل العالمين الجديدة، منها الرسم التشكيلي ومنها الرسم الفني ومنها الرسم بالنحاس، ومنها أيضا مشاركة الشباب الكورال والأنشطة الطلابية في الجامعات. سيغنون على المسرح داخل يعني المنطقة الترفيهية. تكون هذه الفعاليات إما يوميا أو يوما بعد يوم، مع استمرار أيضا الفعاليات الجوية من الباراموتر والسكاي دايفنج وغيرها من فعاليات الحفلات. لكن بالطبع في الآن ننتظر وصول الجمال التي ستقوم بالعروض هنا من منطقة الانطلاق، تتحرك إلى النقاط الأخرى. إذن فعاليات كثيرة ترفيهية وثقافية ورياضية من مدينة العالمين الجديدة ضمن مهرجان العالم عالمين. يعني أنتقل إلى الزميل محمود جميل، ماذا عن الصورة لديك وأبرز الفعاليات التي التقطتها اليوم؟ برحب بكم مجددا ريهام وشروق من مدينة العالمين الجديدة. وربما الزميل كريم بيبرس تحدث عن نقطة البداية ووصول الجمال في هذه النقطة المميزة بجوار الممشى السياحي، وإحنا موجودين في المنطقة الترفيهية حيث النقطة الختامية لمهرجان واستعراض سباق الهيجن اللي هيكون موجود وهيوصلوا بعد قليل، بعد انتهاء بالطبع الاستعراض والمرور بالنقاط المختلفة بدءا من الممشى السياحي وصولا بمنطقة النورث سكوير وصولا إلى المنطقة الترفيهية. والحقيقة هو اختيار المنطقة الترفيهية عشان تكون ختام سباق الهيجن أو استعراض الهيجن اليوم هو اختيار موفق واختيار مميز، لأن المنطقة بتتمتع بالعديد من الفعاليات المختلفة، سواء كانت الترفيهية أو التي يعني ستكون بعد فعالية سباق الهيجن. نتحدث عن الاستعدادات اللي بتتم حاليا في المنطقة الترفيهية، وتحديدا يظهر من خلف سيارات وزارة الصحة وشارع الخدمات الصحية التي تستعد
الحد للفعاليات التي ستنطلق اليوم بدءا من سباق الهيجن وهو السباق الضخم وبتتميز به فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وهو الأول مرة هيكون موجود معانا في النسخة الثانية وده طبعا حرصا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التطوير في الفعاليات والتنوع أيضا في الفعاليات في النسخة الثانية فلذلك كان هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة واتحاد الهيجن فبالتالي نرى سيارات وزارة الصحة المتواجدة وأرى أيضا من أمامي الأتوبيسات الكهربائية التابعة للنقل لنقل المواطنين المترددين على المنطقة الترفيهية ودعوني أنقل لكم أنه بعد قليل ستكون هذه المنطقة مزدحمة بالتأكيد بعدد الجمال والمشاركين نتحدث عن 100 من المشاركين من اتحاد الهيجن بالإضافة إلى الزائرين المترددين على الممشى السياحي أمام المنطقة الترفيهية وأمام مدينة الألعاب الرياضية وربما أيضا اليوم الأحد في مساء هذا اليوم وبعد انتهاء سباق الهيجن ستعود فعاليات وزارة الثقافة وهذا تعاون آخر بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عودة فرق التنورة والفنون الشعبية والسيرك القومي أيضا لإطفاء حالة من البهجة والسعادة على المشاركين خاصة من الأطفال نحن ننتظر في هذه النقطة التي ستكون في الختام وبالتأكيد سنلتقي بكل الأعضاء الخاصين باتحاد الهيجن ويعني سيكون معكم صورة لاستعراض الهيجن لكن الاستعدادات تتم هنا على قدم وساق لاستقبالهم فور وصولهم إلى هذه المنطقة الترفيهية نتحدث أيضا على أن سباق الهيجن هو من أهم السباقات وأهم الرياضات المتميزة فيها مصر في المشاركات العربية والأفريقية وكانت مدينة العالمين الجديدة العام الماضي كانت قد استقبلت أيضا سباق الهيجن فبالتالي نتحدث عن اهتمام كبير بهذه الرياضة ولكن الاهتمام الأكبر في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وبالتعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الهيجن وبالتأكيد سنتابع معكم خلال الساعات القادمة والخدمة الإخبارية القادمة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالحدث الأهم والأبرز اليوم وهو سباق الهيجن وهي دعوة لكل الموجودين في مدينة العالمين الجديدة أن يأتوا إلى المنطقة الترفيهية ويستمتعوا بهذا السباق اليوم في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة أشكرك جزيل الشكر محمود جميل وكل الشكر أيضا كريم بابرس على هذه المتابعة الوافية من مدينة العالمين الجديدة